أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. موقع عدن الغد ينشر مذكرة لعلي ناصر محمد يكشف فيها عن طلب الرئيس صالح من السعودية منح أسرة حميد الدين الجنسية. ويمن مونيتور يقول إن الحوثيين يهددون باتخاذ تدابير لمنع استخدام الإنترنت الفضائي في اليمن. وموقع عربي بوست يتحدث عن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 96 ألف منزل في قطاع غزة. أهلا بكم. نشر موقع عدن الغد مذكرة للرئيس الأسبق علي ناصر محمد في حديثه الماضي حول العلاقة بين صنعاء والرياض بعد حرب الجمهوريين والملكيين، مشير إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح طلب من السعودية تجنيس أسرة حميد الدين مقابل توقفهم عن النشاط السياسي. أضاف ناصر أنه وبعد ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية عام 2000 طلب صالح من السعودية وقف المساعدات التي كانت تقدمها لقوى يمنية عديدة من بينها الملكيون. أكد في مذكرته أنه وبعد نحو 4 أو 5 سنوات من الاتفاقية منح جميع أحفاد الإمام يحيى من أسرة حميد الدين الجنسية السعودية بطلب من علي عبد الله صالح لكي لا يسمح لهم بالقيام بأي نشاط سياسي في المملكة أو اليمن أو خارج المملكة. أوضح أن صالح وعد بإعادة أملاك أسرة حميد الدين التي صدرت بعد ثورة سبتمبر أو تعويضهم، وهو الأمر الذي أغضب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ حاشد. نقل موقع من شباب نت عن برنامج من الآخر أن مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي يتمسك بمنصبه كسفير للجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يشغل هذا المنصب منذ تعيينه في العام 2016. وكان البرنامج قد ذكر أن الشعيبي لا يزال يتمسك بصلاحيات ومهام السفير، وعلى رأسها مهمة توقيع الشيكات المالية لصرف مستحقات الموظفين. أوضح أن الشعيبي يرفض تعيين سفير بديلا عنه أو تفويض نائبه السفير لؤي يحيى الإرياني للقيام بمهامه بديلا عنه من أجل التفرغ لعمله كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية، والذي يوازي في الدرجة الوظيفية منصب رئيس وزراء. وبحسب الموقع فقد عزت المصادر سبب تحفظ شعيبي، إلا أن الأخير لا يشعر بالاطمئنان في منصبه كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية، خصوصا بعد قيام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بتعيين سكرتير خاص له وهو صالح المقالع، الذي تم تفويضه بكافة الأعمال والصلاحيات، ولم يتبقى لدى الشعيبي إلا بعض المهام الروتينية. أما موقع يمن مونيتور الذي ذكر أن ميليشيا الحوثي المسلحة هددت يوم أمس الأربعاء باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع استخدام الإنترنت الفضائي في اليمن. وجاء التهديد بعد إعلان شركة ستارلينك، وهي أكبر مزود لخدمة الإنترنت الفضائي في العالم، عن تفعيل خدماتها في اليمن وأنها أصبحت متاحة رسميا. وقالت الجماعة والتي تحتكر خدمات الإنترنت في كافة مناطق اليمن منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014 إن موافقة الحكومة المعترف بها دوليا على استخدام الإنترنت الفضائي ستارلينك في المناطق المحررة يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة اليمن وفق الموقع. وأشارت إلى أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني ويقوض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، كما حذرت الجماعة المواطنين من التعامل مع الشركة وخدماتها. خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز إلى أن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل على الرغم من دعمها السياسي القوي لدولة الاحتلال في حربها ضد غزة. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير وحتى 21 من أغسطس وفق الوكالة،
كما نقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني. وأشارت رويترز إلى قول برلين إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ 7 أكتوبر باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. أقر الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء بتدمير نحو 96 ألف منزل في قطاع غزة منذ بدء العمليات، برغم أنها كانت مفخخة وفق ما نقله موقع عربي بوست عن إعلام عبري. أوضح جيش الاحتلال أنه تم تدمير 96 ألف منزل في غزة، منها نحو 14 ألفا في مدينة رفح وحدها جنوب القطاع. كما ذكر أن المبنى الذي تم الاستيلاء عليه وانفجر في رفح يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل 4 جنود وجرح 5 آخرين وواحد من آلاف المباني التي فخختها حماس في رفح على حد زعمه بحسب الموقع. وأضاف الموقع نقلا عن قوات الاحتلال أن ما عرف بتهديد المباني المفخخة الذي أدى إلى مقتل العديد من الجنود في غزة منذ بداية المناورة البرية 27 أكتوبر الماضي أصبح في رفح يعرف بتهديد الأحياء المفخخة، وادعى أنه ليس في رفح مبنى واحدا مفخخا بل مجموعات مكونة من 30 إلى 40 مبنى مفخخا معا. في ختام السلطة الرابعة نشكركم على طيب المتابعة، نترككم مع هذا الكاريكاتير، في أمان الله.